بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها جيني فارد، واللي بتكون متجوزة رجل غني جدا اسمه جاك، وبيكونوا متجمعين مع أصحابهم عشان يطلعوا رحلة بحرية لمدة 3 أيام. وأول ما يوصلوا الميناء بيكونوا فرحانين جدا وبينقلوا حاجتهم على المركب، وبيكون هناك واحد اسمه مانويل، واللي بيكون شغال عامل ومساعد للكابتن بتاع المركب ومسؤول عن خدمة الزباين اللي على المركب. ولما صاحبة جيني فارد بتشوف مانويل بتكون معجبة بيه جدا، لكن قبل ما يطلعوا بتظهر واحدة اسمها ماريا، واللي بتكون حبيبة مانويل وبتتخانق معاه وبتلومه لأنه ناوي يسيبهم هي وابنها واللي بيكون لسه حامل فيه، لكن مانويل بينكر علاقته بيها وبيكون عايز ينفصل عنها. فبتتضايق منه ماريا جدا وبتشتمه قدام كل الزباين، فبيتعصب عليها مانويل هو كمان وبيضربها. وكل اللي طالعين على المركب بيشوفوا اللي حصل، وفي اول ليله على المركب بيقعدوا كلهم عشان يتعشوا سوا، ومانويل بيحضر لهم الاكل وكان عايز ينضم ليهم على الترابيزه، لكن جاك مش بيوافق وبيبان ان هو مش معجب بيه وبيعايره على اللي عمله مع حبيبته وعلى ضربه ليها. فبيتضايق مانويل جدا منه وبيمشي وبيرجع المطبخ عشان ياكل لوحده. وبعد ما بيخلصوا العشاء وبيرجعوا الاوضه بتاعتهم عشان يناموا، بيكون مانويل في الاوضه اللي جنبه وسامعهم وبيكون متغاظ منهم جدا. وفي نفس الوقت ده بنشوف حبيبه مانويل ماريا، واللي قررت ان هي تعمل سحر اسود ليه عشان تنتقم منه، وبتبدا في تنفيذ الطقوس وبتمسك عروسه قماش وبتعمل حاجات غريبه جدا. وبيكون ساعتها مانويل لسه بيتجسس على جاك ومراته، لكن فجاه اول ما الطقوس بتنتهي وماريا بتضرب العروسه بينزل دم من مناخير مانويل. وتاني يوم الصبح بيطلعوا كلهم على ظهر المركب عشان يستمتعوا بالجو، وبيطلب جاك من مانويل ان هو يقدم لهم المشروب. ولما مانويل بيجيب المشروب بيكون متضايق من جاك وبيحاول ان هو يعصبه، فبيشتكي جاك لكابتن المركب من مانويل لان اسلوبه مش لطيف معاه. فبيروح بعدها كابتن المركب عشان يطلب من مانويل ان هو يتصرف كويس، وبيفضل يزعق فيه لحد ما بيتضايق مانويل وبيتعصب، وبيقول لكابتن المركب ان هو مستقيل وان هو قرر يسيب المركب ويمشي. ولما بيرجع عشان يجيب النضاره بتاعته بتلوم المساعده بتاعت الكابتن، فبيتضايق اكتر وبيرمي المنديل اللي كان معاه على النار ومحدش بياخد باله. وبعدها كل اللي على المركب بيكونوا على السطح ومحدش بياخد باله من النار، لحد ما النار بتمسك في المركب كله. ولما بيحاول الكابتن انه ينقذ المركب مش بيلحق يعمل كده لان النار مسكت في المركب كله، فبيقرروا انهم يستخدموا قارب النجاة عشان ينقذوا نفسهم. لكن اول ما ينزلوا قارب النجاة المركب كله بينفجر، وبعدها بتيجي عاصفة شديدة واللي بتكون سبب في ان قارب النجاة يغرق في البحر وكل اللي موجودين عليه بيتفرقوا. لكن لحسن حظ جينيفر ان الموج بيرميها على شاطئ جزيرة منعزلة، وبتكون منهارة وخايفة جدا لانها لوحدها. لكن بعدها بتلاحظ ان في حد عايم على وش المية، ولما بتروح عشان تنقذه بتلاقيه الكابتن لكنه بيكون مات. وفجأة بيظهر مانويل هو كمان بعد ما الموج وصله للجزيرة، وبيحاول ان هو ينقذ الكابتن من الموت لكنه مش بيقدر. وبيفضل مانويل وجينيفر لوحدهم على الجزيره، والمطر بيكون شديد جدا وبيكون مش معاهم اي اكل ولا ميه. فبيقولها مانويل ان هما لازم يتصرفوا الصبح فورا ويحاولوا يعملوا مكان يناموا فيه والا هيموتوا من شده البرد. وتاني يوم فعلا الصبح بيبداوا عشان يبنوا خيمه وبيستخدموا الشجر اللي على الجزيره. وبتساله جينيفر عن المده اللي ممكن يفضلوا فيها على الجزيره لحد ما حد يلاقيهم، فبيقولها ان هما ممكن يفضلوا الايام وممكن لشهور لحد ما مركب او سفينه تعدي، لان الجزيره تعتبر منعزله. وبعد ما بيعملوا الخيمه بينزل مانويل عشان يصطاد سمك من البحر، وبيقول لجينيفر ان هو من مدينه ساحليه، وبيحاول يطمنها وبيقول لها ان هو هيتصرف كويس عشان يفضلوا عايشين. وفعلا بيصطاد السمك وبيستخدم كمان مياه المطر عشان يشربوا منها. وبعدها بينزلوا هما الاثنين الميه عشان يغسلوا جسمهم. وساعتها بتساله جينيفر عن البنت اللي ضربها، فبيحكي لها القصه بتاعتها وبيقول لها ان هو بعد ما ارتبط بيها اكتشف ان هي شخصيه مجنونه وقرر ان هو ينفصل عنها بسبب تصرفاتها الغريبه. فبتتضايق منه جينيفر جدا وبتقول له ان ده مش سبب عشان يضربها، فبيقول لها ان هي وجوزها ناس اغنياء وان عمرهم ما هيفهموا الناس اللي زيه. فبتتضايق منه جدا وبتطلع من البحر وبتسيبه. ولما الليل بيجي بيعتذر لها مانويل على الكلام اللي قاله، وبيوعدها ان هو مش هيزعلها تاني، وبيحكي لها عن والده ووالدته واللي كانوا دايما بيتخانقوا مع بعض، وان ده ممكن يكون السبب لانه عصبي جدا. وفعلا تاني يوم بيتصالحوا هما الاثنين والعلاقه بينهم بتتحسن، وبيتفقوا هما الاثنين يساعدوا بعض عشان يقدروا يعيشوا ويخرجوا من اللي هما فيه. وبعدها بينزل مانويل تاني عشان يصطاد وبيستخدم النضاره بتاعته، لكن وهو خارج بيتفاجئ بجاك مرمي على الشط، فبيساعده وبيطلعه من الميه. واول ما جينيفر بتشوفه وبتجري عليه وهي فرحانه جدا وبتكون مش مصدقه ان هو لسه عايش. وبعد ما مانويل بيساعده وبيديله ميه بيدخلوا الخيمه بتاعته عشان يستريح. وبعدها جينيفر بتشكر مانويل لانه انقذ جوزها، لكن مانويل بيقول لها ان هو كان متردد ينقذه لانه كان بيتمنى ان هما يعيشوا لوحدهم على الجزيره. وبعد ما بيصحى جاك بيلاقي مراته مع مانويل في البحر وبيصطادوا هما فرحانين جدا، فبيشك جاك ان في حاجه بينهم. ولما بيطلعوا من البحر بيقول لهم جاك ان هو معاه ولاعه وبكده ممكن يولعوا نار بكل سهوله ويشوا السمك وكمان يتدفوا. وبعدها بيشك جاك في العلاقه اللي بين مراته وبين مانويل وبيسالها لو حصل حاجه في غيابه، فبتقول له ان مفيش حاجه حصلت وان بقالهم يومين على الجزيره مع بعض وان مانويل كان بيساعدها عشان يلاقوا اكل وان من غيره ما كانتش هتعيش، وبتقول له ان هو لازم يكون شاكر ليه. وتاني يوم مانويل مش بيقدر ينزل البحر عشان يصطاد، ولما بيساله جاك عن السبب بيقول له مانويل ان الموج عالي جدا على الشط، وبيقول له ان احسن مكان يصطادوا فيه عند الصخور، فبيقول له ان جينيفر ممكن تساعده لانها بتعوم كويس، وبيطلب منها
انها تروح مع مانويل عشان تساعده، لكن جينيفر بتكون رافضه ان هي تروح مع مانويل لوحدهم، لكن جاك بيكون مصر انها تروح معاه. ولما بيرجعوا من الصيد بيلاقوا جاك نقل كل حاجات مانويل بعيد عنهم عشان ما ينامش معاه هو ومراته، فبيتضايق مانويل جدا لان جاك استولى على الخيمه اللي هو عملها بنفسه. وبعدها جينيفر بتلوم جاك على اللي عمله وعلى معاملته السيئه لمانويل، وبتقول له ان لولا كان زمانهم ماتوا من الجوع. فبيشك جاك اكتر في جينيفر وبيبدا يغير اكتر من مانويل. وبتروح بعدها جينيفر لمانويل وبتعتذر له على اللي حصل، وبعدها مانويل بيحضر الاكل عشان ياكلوا كلهم، وجينيفر بتتكلم كويس عن مانويل وبتمدح فيه، وبتقول لجاك ان مانويل متخرج من كليه الهندسه. فبيتريق جاك عليه وبيقلل منه لانه شغال مجرد عامل على المركب، فبيتضايق منه مانويل لانه بيقلل منه دايما وبيحاول ان هو يهينه، وبيقول له ان هو مش مضطر يستحمله اكتر من كده، وبيقول له ان فلوسه مش هتنفعه على الجزيره دلوقتي. فبيتخانقوا هما الاثنين مع بعض وبيهددوا جاك وبيقول له يبعد عن مراته. فبيقول له مانويل ان هو من دلوقتي هيصطاد لنفسه بس، وان محدش فيهم هياكل من السمك اللي هو بيصطاده. وبعدها جينيفر بتزعق لجاك وبتساله هياكله ازاي دلوقتي، فبيضطر جاك ان هو ينزل يصطاد بنفسه، وبسبب ان خبرته قليله في الصيد مش بينجح ان هو يصطاد ولا سمكه. ولما بتحاول جينيفر ان هي تساعد جاك عشان يصطاده بيقول لها جاك تطلع من الميه وهو هيروح لمكان الصخور اللي بيصطاد منه مانويل دايما. ولما بتطلع جينيفر بتكون جعانه جدا وهي مستنيه جاك، ولما بتعدي قدام مانويل بتلاقيه بياكل من السمك اللي هو اصطاده، فبيعرض عليها مانويل ان هي تاكل معاه، لكن جينيفر بترفض لانها عارفه ان جاك هيتضايق منها جدا، فبيقول لها مانويل ان هو مش هيقول له. وفعلا بتقعد جينيفر وبتاكل معاه، واول ما يطلع جاك من الميه بترجع بسرعه للخيمه بتاعتها بعد ما بتشكر مانويل على مساعدته ليها. وبنلاحظ ان مانويل بقى معجب بيها اكتر، ولما بيطلع جاك بيكون ما قدرش يصطاد الا سمك صغير، ولما بيولع عشان يشويه بيقول له مانويل ان ده سمك سام وان هو ما ينفعش ياكلوه، فبيتضايق جاك جدا. وبعدها بيفهم ان جينيفر اكلت من السمك بتاع مانويل فبيتضايق منها اكتر. وتاني يوم لما بيرجع جاك من الصيد بيلاقي مانويل مولع النار عشان يشوي السمك، فبيتضايق جاك منه جدا لانه ما قدرش يصطاد اي سمك زي مانويل، وبيطفي النار اللي على السمك بالرمل، وبيتخانق مع مانويل وبيتهمه ان هو سرق الولاعه بتاعته. ولما بينكر مانويل الكلام ده بياخد جاك السمكه بتاعته وبيمشي، فبيهدده مانويل ان هو هيخلص عليه لو قرب منه تاني. ولما مانويل بيكون نايم بيروح جاك عشان يسرق النضاره بتاعته ويستخدمها في الصيد، لكن لما بيقوم مانويل وبيعرف ان هو اخذ النضاره بتاعته بيتضايق منه جدا وكان عايز يخلص عليه، لكن جينيفر بتجري بسرعه وبتعتذر له وبتقول له ان هو اخذها بس عشان يصطاد وهيرجعها تاني بعدين، وبتحاول ان هي تمنعه عشان ما يأذيش جوزها، لكن بعدها مانويل بيستغل ان جاك في البحر وبيستغل ان جينيفر معاه لوحدها عشان يقرب منها اكتر. ولما جينيفر مش بتقدر ان هي تقاوم وبعد ما حصل اللي حصل بتخاف جينيفر ان جاك يعرف اللي حصل بينهم، فبيقول لها ان هو مش هيقول له على اي حاجه. وبعدها بيعترف مانويل لجينيفر وبيقول لها ان هو بيحبها من ساعه ما شافها اول يوم، وبيقول لها ان هي تستحق شخص احسن من جاك، فبتقول له جينيفر ان جاك جوزها وانها لا يمكن تسيبه. ولما بيطلع جاك من البحر بيقدر ان هو يصطاد سمكه كبيره لاول مره وبيكون فرحان جدا. ولما بيروح لجينيفر بتلومه لانه اخذ النضاره بتاع مانويل من وراه، فبيشك جاك في مراته اكتر وبيتاكد من كده خاصه بعد ما مانويل ما اتضايقش منه ولا اتخانق معاه بعد ما رجع له النضاره بتاعته، فبتعترف له جينيفر على اللي حصل، وبيتضايق جاك جدا منها وبيضربها، وبيشد جينيفر من شعرها وبيرميها عند الخيمه بتاعت مانويل وبيقول لها ما تقربش منه تاني. ومن بعدها بيعيشوا هما الاثنين مع بعض لوحدهم وبيصطادوا وبياكلوا وبيقضوا وقتهم مع بعض، وجاك بيبدا ان هو يتعلم الصيد وبقى محترف، وبيقدر ان هو يصنع نضاره زي بتاعت مانويل عن طريق ازازه لقاها على الشط. وبيحاول مانويل ان هو يقنع جينيفر عشان تستمتع بوقتها بعيد عن جاك بعد ما تخلى عنها، وجاك بيكون مراقبهم من بعيد. وفي مره وجاك بيصطاد من البحر بيلاقي المركب اللي غرق بيهم في قاع البحر، فبيحاول ان هو يخرجه من الميه لوحده وفعلا بينجح في كده. ولما بيشوفوا مانويل وجينيفر بيجروا عليه عشان يساعدوه، لكن جاك بيرفض مساعدتهم ليه وبيقول لهم ان هو مش محتاج مساعدتهم، وبيعرفهم ان هو اللي لقى المركب وان هو اللي هيستخدمه عشان ينقذ نفسه ويسيبهم على الجزيره لوحدهم. وبنعرف ان جاك ما قالهمش على العطل اللي في المركب، وبنفهم ان هو بيخطط لحاجه. ولما بتروح جينيفر لجاك بتقول له ان هما لازم يساعدوا بعض عشان يخرجوا من اللي هما فيه كلهم، فبيرفض جاك ان هو يسامح مراته وبيقول لها ان هو لا يمكن يثق فيها تاني ابدا، وبيطلب منها تبعد عنه. وبالليل بتقترح جينيفر على مانويل ان هما يسرقوا المركب بتاع جاك من وراه، وبتقول له ان هو ناوي يسيبهم لوحدهم على الجزيره، وبيخططوا ان هما ياخدوه من وراه وهو بيصطاد، لكن هما الاثنين بيكونوا ما يعرفوش ان جاك مراقبهم وسمع كل اللي بيخططوا ليه، وبيقرر ان هو اللي ينتقم منهم بسبب خيانتهم ليه. وفعلا اول ما النهار بيطلع بيدخل جاك البحر وبيعمل ان هو بيصطاد، فبيستغل هما الاثنين الفرصه عشان يسرقوا المركب وبياخدوا كل حاجتهم معاهم. وبعد ما بيدخلوا بالمركب البحر بيطلع جاك من الميه وبيشوفهم وبيعمل نفسه بيجري وراهم عشان يلحقهم، لكن بعدها بيسيبهم وهو بيضحك. وبعدها بنكتشف ان جاك عمل لهم فخ عشان ينتقم منهم، وبعد ما بيدخلوا الميه وبيبعدوا عن الشط بينصدموا لما بيلاقوا المركب بيغرق، ولما بيحاولوا يصلحوه مش بيقدروا والمركب بيغرق، وبيضطروا هما الاثنين ينزلوا عشان يرجعوا للشط تاني. وفعلا بترجع جينيفر للشط وبتلاقي جاك بيتفرج عليهم، وبتنصدم كمان لما بتلاقيه حرق الخيمه بتاعتهم.
بتاعهم، ولما بيطلع مانوال من المية بيقرر جاك ان هو يهجم ويخلص عليه، وبيضربه بالعصايه اللي هو بيصطاد بيها، لكن جينيفر بتجري عليه عشان تمنعه وبتلحقه قبل ما يخلص على مانوال، وبيقدر مانوال ان هو يهرب وهو مصاب. وبالليل بنشوف جاك وهو مكتف جينيفر ورابطها بسبب انها خانته، وبيقول لها ان هو هيستخدمها كطعم، واول ما يوصل جاك هيخلص عليه وبعدها هيخلص عليها هي كمان. لكن فجاه بيهجم عليه مانوال من وراه وبيبداوا هما الاثنين يضربوا في بعض، وبسبب الاصابه بتاعه مانوال بيقدر جاك ان هو يضربه بقوه وكان فعلا هيخلص عليه، لكن جينيفر بتقدر ان هي تفك نفسها في اخر لحظه، وبتقدر ان هي تنقذ مانوال من ايد جاك في اخر لحظه لتاني مره. وبيهربوا هما الاثنين بعيد عن جاك، وبيفضل جاك تاني يوم يدور عليهم هما الاثنين عشان يخلص عليهم، وبيقدر جاك ان هو يتبع اثارهم وبيدور عليهم في الغابه. وبسبب ان مانوال مصاب وتعبان بيطلعوا هما الاثنين فوق شجره عشان يستريحوا، لكن في نفس الوقت بنشوف ماريا حبيبه مانوال وهي بتعمل الطقوس بتاعتها وبتستخدم السحر الاسود عشان تخلص عليه، وفعلا بينزف مانوال بسبب الاصابه بتاعته وبينزل الدم على جاك وبيعرف مكانهم وكان عايز يخلص عليهم، لكن هما الاثنين بيضربوه، وبتستخدم جينيفر السكينه وكانت خلاص هتخلص عليه، لكن ماريا بتخلص الطقوس بتاعتها عشان تقضي على مانوال، وفي نفس اللحظه بيقع مانوال على رمح خشب عشان يموت اخيرا. وبتضطر جينيفر بعدها ان هي تعيش مع جاك لوحدهم وهي حاسه بالذنب بسبب اللي حصل لمانوال. وبعد ما بيعدي سنه عليهم على الجزيره، وفي يوم بينزل جاك عشان يصطاد من البحر وجينيفر بتكون لوحدها، بتتفاجئ بشخص شغال صياد ومعاه العيله بتاعته على الجزيره، فبتفرح جينيفر جدا لان اخيرا حد هينقذهم، لكن المفاجاه ان هي بتغير رايها وبتقول لهم ان هي الناجيه الوحيده من المركب بتاعها ومش بتعرفهم حاجه عن جاك. وقبل ما تروح معاهم المركب بتاعهم بتاخد الولاعه بتاع جاك عشان ما يقدرش يولع تاني وعشان يموت لوحده على الجزيره. ولما بتركب معاهم المركب بيقدموا لها الاكل وبتكون فرحانه جدا، وساعتها بيشوف جاك المركب قدامه وبيفرح لان اخيرا حد هينقذهم، وبيفضل يشاور لجينيفر عشان تساعده، لكن المركب مش بيقف، وبيفهم ان جينيفر قررت ان هي تغدر بيه تاني عشان تسيبه يموت لوحده على الجزيره. وجينيفر بتتفرج عليه من على المركب بعد ما قدرت ان هي تنقذ نفسها بعد كل اللي حصل.